السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك شيخ مصطفى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محمد عبد العزيز. محمد بن عبد العزيز؟ إن شاء الله. تفضل يا محمد بن عبد العزيز. كان حصل من كام سنة كده في أول جوازي مع زوجتي إن حصل بينا مشكلة، وكانت عايزة تنزل هي يعني تروح مشوار زيارة لحد، وأنا حلفت عليها، ولما اتخانقنا حلفت بتطلع ما تنزلش، لو نزلت من البيت تكون طالق. فهي عندت معايا وفتحت الباب بس ما نزلتش، احنا قاعدين في عمارة في سكن، فوقفت قدام الباب وشوية وجيت والدتي خبطت عليها عشان ادخلها، فانا اعتقدت ان هي نزلت. تمام؟ تمام. فانا قلت لها خلاص كده يبقى الطلقة وقعت وكده، فزعلت راحت لما انا ما رضيتش افتح لهم راحت نزلت تحت، وبعد كده والدتي خدتها وطلعتها تاني. هل كده تقع الطلقة ولا؟ انت قلت الطلقة وقعت، تقصد ايه بالضبط؟ تقصد يعني أنت هي لو خدت الكلام تكون طالق. أنا ما خلفت المرأة، ما خلفت. أنت رجل شديد. هي طلعت من أنت شقة رجل عادي وأنا حالفنا ما طلعش من شقة. أنت رجل شديد، أنت حالفنا ما تخرج من البيت. حالف إنها لو طلعت تكون طالق. طلعت من خرجت من البيت، ما روحت، وقف على باب البيت. وبعد كده لما والدتي جيت معاها وخبطت عليها عشان تدخلها وما رضتش، راحت زعلت وعيطت وراحت نازلة في الشارع، ووالدتي جابتها من الشارع وطلعتها تاني. وانت تقصد لو خرجت راحت لأهلها يعني، ولا لو خرجت مجرد خروج من باب الشقة؟ ما مجرد قصدك؟ الخروج. ايه؟ لا مجرد الخروج. وتنوي الطلاق فعلا؟ خلاص، على رأي الجمهور، مالي في رأيي انا، لا، رأي الجمهور انها تقع تطليق. انت راجل شديد في الحقيقة يعني. حقيقة راجع نفسك كثير، لو اختك والله ما ترضى لها ذلك. لا احنا الحمد لله دلوقتي كويسين مع بعض الكلام ده. بس عموما يعني نتكلم اذا كانت سيرتك في الحياة هكذا، أو الكلام ليس لك فقط، لكل من هؤلاء من هم على هذه الشاكلة، إن عملت كذا تكوني طالق، وتهديدات لي يا أخي. الدنيا مش مستاهلة كل هذا. الدنيا مش في طرق أخرى للعقوبات على قدر الجريمة. إنما النساء مش إماء عندنا يا أخي، مش لسنا إماء. أنا عبد لله، عبد، وهي أمة. أنا علي واجبات ولي حقوق، وهي عليها واجبات ولا حقوق. أما استخدام الطلاق بهذه الطريقة يعني أظنك شديد. السلام عليكم.